السلام عليكم خو المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما بغيت نشارك معكم الخرجه ديالي اللي مشيت الباديه باش نحضر صدقه، غنشاركها معكم. انتما كتشوفوا الطريق كيف هي الخضوره، وكتشوفوا الجو مشمس بعد ما طاحت الشتاء امطار الخير. انتما كتشوفوا الخضوره مع الطريق ومناظر خلابه. بعد ما وصلنا للدار جبرناهم كيصايبوا الرغيفات ديال الزرع، قلت لي مالا ما نشاركش معكم الطريقه ديال تحضير الرغايف. هنايا كيجيبوا الزرع عاد طري، يعني عاد كيطحنوه كيغربلوه جوج مرات، يعني في الغربه الجهه الغليظه، ومن بعد كيعاودوا له في الجهه الرقيقه في الغربه الرقيق حتى كتحصلوا على الدقيق رطب. باش كنصايب باش غيصايبو رغيفات ديال الزرع، يعني ما فيهم لا خميره الحلوه لا سكر لا حتى شي حاجه، غير الزرع بوحديتو كيضيفوا له غير الملحه والماء وكيجيو لذادين طبيعيين. كما كتشوفوا كيديروا غير الملحه والدقيق وكيضيفوا ليه الماء، وكيبقاو يعجنوه، يعني كيبقاو يخلطوا الماء مع الملحه والدقيق وكيجمعوه شويه بشويه، ما كيخويوش الماء تبقى وحده، يعني حتى كتحصلوا على عجينه. كما كتشوفوا كيزيدوا شويه بشويه الماء حتى كتجمع لينا العجينه كامله. بعد ما كتعجن العجينه كتحاول تجمعها بهذه الطريقه، يعني كتعجنها مزيان، ضروري خصك تعجن مزيان هاد العجينه ديال الرغايف. كندلكوها مزيان، بعد ما كتدلك كنقطعوها قطع، يعني كنقطعوها كويرات كما كتشوفوا، كنديروهم كواري بحال هيدا وكنخليوهم يرتاحوا حتى كنساليوهم كاملين، كنقطعوهم وكنكوروهم كنخليوهم حتى كيرتاحوا، عاد كنقرصوهم باش كنطيبوه. ومن بعد كنرجعو كنطلقوهم بهاد الطريقه، يعني ما كتطلقش العجينه كامله، يعني ما كتقرصهمش كاملين، عاد كترجع طيبهم حيت هادو ديال الزرع ما خصكش يعني تعطل عليهم، يعني كتقرص وحده يعني كتقرص جوج وكتخلي وحده كطيب وحده عاد كتقرص وحده باش ما كيترخاوش بزاف. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو، وكنطيبوهم في المقلات بالطريقة حتى كنساليوهم كاملين. كما كتشوفوا حتى كنساليوهم كاملين كنتحصلوا على هاد الرغايف، يعني اللي كيجيو لذادين وهشاشين وصحيين. بعد ما سالينا الرغيف ديالنا بدنا صايبنا العشاء، بدينا بالنوا درنا هيد السلاق والكبادي والكناصي درناهم حتى هما يتسلقوا مع الماء والملح والحامض، والدجاج كان عندنا مشرمل ومرقد غير رجعناهم يطيبوا على العافيه مهيله، وقلينا داك اللوز بعد ما قشرناه. بعد ما طاب الدجاج حيدناه درنا هيد السقطار
والمرقه ديالو زدنا درناها شويه في الكبادي، وهنايا اللحم هيا على ينطيب. ودابا حطينا العشاء وتعشينا، يعني انتم ما كتشوفوا ولا قبلش.